الذي يضيع الناس في الحياة وتضيع أخراهم بسببه أن الواحد لا يحقق معنى أنه عبد. كن عبدا لله دليلا خاضعا، وكل ما أعطاك الله يسلبه منك في لحظة، صحتك تذهب في لحظة، ويكتشف المرء أنه يعاني من السرطان، يفري كبده في لحظة، وكان قبل ذلك منتفخا متنفجا كأنه ليس على الأرض مثل. ما هذا؟ المال يذهب في لحظة، كما تذهب الصحة في، والعمر يمضي في لحظة، في لحظة واحدة يموت. ماذا تنتظر؟ لست شيئا. اتق الله، اتق الله في نفسك وفي آخرتك، فإن الآخرة هي الدار الآخرة وهي الحيوان.